النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الوحده الرابعه بتاعتنا، عنوانها زي ما احنا شايفين الخلفاء الراشدون. الدرس الاول فيها خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب اول حاجه عندي يعني ايه كلمه خلافه؟ قال لي كلمه خلافه دي شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاه الرسول، يعني المسلمون اللي عملوه بعد ما الرسول توفي. طيب النظام ده بيقوم على ايه؟ قال لي بيقوم على اختيار من يتولى امور المسلمين في الدين والدنيا نيابه عن الرسول، يعني مين اللي هيحكم المسلمين بعد وفاه الرسول. طيب نظام الخلافه دوت كان قائم على ايه؟ قال لي كان قائم على اساس الشورى. يعني ايه الشورى؟ قال لي يعني ده نظام اتبع المسلمين في اختيار الخلفاء، بيقوم على الترشيح والانتخاب، يعني مجموعه اشخاص موجودين قدامنا واحنا بنختار فيهم الاصل. طيب احنا زي ما عارفين برضو ان احنا عندنا الخلفاء الراشدون بتوعنا اربعه. الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة، حكم سنتين ونص من عام 11 ل 13 هجرية. الخليفة الثاني الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكم من عام 13 لعام 23، 10 سنوات ونص. الخليفة الثالث اللي هو الخليفة عثمان بن عفان، حكم من 23 ل 35، 12 سنة. آخر خليفة عندنا اللي هو الخليفة علي بن أبي طالب، حكم من عام 35 لعام 40 هجريه، 5 سنوات. طيب هنا ليه احنا سمينا اصلا الخلفاء الراشدون بهذا الاسم؟ قال لي ثم بسمي بخلفاء الراشدون او سمي خلفاء لانهم جاءوا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا امور المسلمين في دينهم ودنياهم. طب بالنسبه لكلمه راشدون، يطلق عليهم الراشدون لانهم صاروا على نهج الرسول واهتدوا بهدي واستكملوا مسيرته في بناء الدوله الاسلاميه. طيب تعالى بقى كده نشوف الخليفة أبو بكر الصديق ده أول خلفاء المسلمين. مين أبو بكر الصديق دوت؟ قال لي أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي. ولد بمكة بعد مولد الرسول بسنتين وستة أشهر. قال لي عمل بالتجارة فكان تاجرا أمينا ذا مال وفير. اتصف بالصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء. عندما دعاه الرسول إلى الإسلام فلم يتردد وكان أول من أسلم من الرجال. طبعا اطلق عليه اسم الصديق لانه صدق الرسول في دعوته كما انه صدق الرسول في رحله الاسراء والمعراج. طيب حياته بعد ما انما اسلم بقى وبعد الاسلام، قدم نفسه وماله واسرته وكل ما يملك في سبيل الاسلام، شارك الرسول في كل غزواته كما ان له دورا كبيرا في تهدئه نفوس المسلمين وتقبلهم لوفاه الرسول. لم يتحمل الصحابه خبر موت الرسول، حيث قال عمر بن الخطاب: من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عمر. ولكن سيدنا ابو بكر الصديق سب وصبر وخطب في الناس قائلا: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. من هنا علم الانصار طبعا نبأ وفاه الرسول، دعوا الى اجتماع عاجل في سقيف بني ساعده لمناقشه امر المسلمين. طيب الاجتماع دوت كان بيتم على اساسه اختيار الخليفه. طبعا لاحظ بعض الانصار بعض المهاجرين واتفقوا في جو من الموده ان الخلافه هتكون في احد من المهاجرين، يعني احد الاشخاص الذين هاجروا مع الرسول، وذلك للحفاظ على كيان الدوله الاسلاميه. في الوقت ده حصلت بيعه لابي بكر الصديق، هو كان اصلح واحد او هو كان الشخص المناسب في الوقت ده. تمت بيعتين، البيعه الخاصه هي مبايعه الانصار والمهاجرين المجتمعين في سقيف بني ساعده لابي بكر، والبيعة العامة اللي هي مبايعة المسلمين لأبي بكر في المسجد. بدأ هنا سيدنا أبو بكر يطلع على المنبر أو صعد على المنبر وخطب يعني في المسلمين أهم الأسس التي تسير عليها الدولة الإسلامية. 5 أسس: التواضع، الصدق، المساواة، طاعة الله ورسوله، الحث على الجهاد في سبيل الله. طيب ايه السبب اللي دعا المسلمين ان هم يختاروا سيدنا ابو بكر الصديق؟ قال لي سيدنا ابو بكر الصديق كان اول من اسلم من الرجال، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليصاحبه في الهجره. طبعا وقلنا قبل كده ان هو جاهد بنفسه وماله واولاده من اجل رفعه الاسلام، وشارك الرسول في كل غزواته، كما انه كان اكبر الصحابه سنا وجعله الرسول اماما للمسلمين في الصلاه اثناء مرضه.
الخليفة أبو بكر الصديق لما تولى الحكم أو تولى الخلافة كان له العديد من الأعمال، أهمها إرسال جيش أسامة بن زيد لبلاد الشام، قتال المرتدين، جمع القرآن الكريم، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. طيب إيه أسباب إصرار سيدنا أبو بكر الصديق على إنه يرسل جيش أسامة بن زيد لبلاد الشام على الرغم إن بعض الصحابة نصحوه بعدم إرسال جيش أسامة؟ قال لي كان هو مصر على ان هو يرسل الجيش دوت تنفيذا لاوامر الرسول قبل وفاته. طيب ليه بعض الصحابه كانوا معترضين على خروج الجيش ده؟ لان الدوله الاسلاميه في الوقت ده كانت بتواجه خطر كبير جدا اللي هو خطر المرتدين اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، ولكن سيدنا ابو بكر اصر على ان يرسل هذا الجيش تنفيذا لامر الرسول. تحرك الجيش نحو بلاد الشام وعاد بعد 40 يوما سالما غانما لينضم الى جيوش المسلمين في قتال المرتدين. طيب مين هم المرتدين؟ قال المرتدين دول عباره عن قبائل عربيه خرجت عن الاسلام بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من رفض دفع الزكاه والبعض الاخر ادعى النبوه زي مسيلمه الكذاب. طيب هو سيدنا ابو بكر اتخذ موقفا حازما منهم او من المرتدين دول؟ ايوه. طيب عمل ايه؟ قال لي ارسل عده جيوش بقياده صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم. طيب ممكن يجي لي برضه سؤال يقول لي تعرضت الدوله الاسلاميه لخطر عظيم بعد وفاه الرسول او خطر المرتدين، هقول له ليه؟ حيث ارتد البعض عن دفع الزكاه والبعض الاخر ادعى النبوه مثل مسيلمه الكذاب. على الرغم ان المرتدين دول كانوا خارجين عن الدين الاسلامي الا ان سيدنا ابو بكر الصديق اوصى المسلمين بان يتبعوا اداب الحرب في الاسلام. طب ايه هي اداب الحرب في الاسلام؟ عدم الاغاره ليلا حتى لا تروع النساء والاطفال، عدم قتل الاطفال والشيوخ والنساء، عدم التعرض للبهتان المتبرمين لعبادات الصوامع، عدم هدم البيوت او المعابد، عدم حرق الزرع. ونتيجة حروب الردة استشهد عدد كبير جدا من حفظ القرآن الكريم، فنتيجة كده أشار سيدنا عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن. فأمر أبو بكر الصديق الصحابة وهو زيد بن ثابت أحد قتال الوحي بجمع القرآن ممن يحفظ منه وتم وضعه في صحابة، حاجة زي مصحف. طيب الحاجة اللي عملها كمان عندنا قلنا نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، أرسل سيدنا أبو بكر الصديق عدة جيوش لنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية وتأمين وجود الدولة الإسلامية. فأرسل على العراق جيش بقيادة خالد بن الوليد. أما بلاد الشام كان على قيادتها أو أرسل إليها عدد من القادة كانوا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. القائد أبي عبيدة بن الجراح أو أبو عبيدة بن الجراح أرسل إلى حمص. القائد يزيد بن أبي سفيان أرسل إلى دمشق. القائد شقابيل بن حسنة أو شقابيل بن حسنة أرسل إلى بلاد الأردن. القائد عمرو بن العاص إلى القدس. بعد أن انتهى الخليفة بعد أن انتهى خالد بن الوليد من حملته على بلاد العراق أمره الخليفة بأن يتوجه إلى بلاد الشام لقيادة الجيوش الإسلامية بدلا من أبي عبيدة بن الجراح. في تلك الفترة استشهد أو توفي سيدنا أبو بكر الصديق في عام 13 هجرية بعد أن استمرت خلافته سنتين ونصف وكان عمره 63 عاما فخلفه عمر بن الخطاب في تولي أمور المسلمين.